أقف مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث من كلمتين، لكن جمع الكلمتين ديل جمعنا الدين كله، وهو ما رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث سفيان ابن عبد الله قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمتين اثنتين، وهما: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والكلمتين هما أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الكلمتين أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل. والصحابة كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه ويطلبون منه أن يوصيهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، وقل فعل أمر، قل فعل أمر، كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: قل هو الله أحد، وقال له: قل أعوذ برب الفلق، وقال له: قل أعوذ برب الناس. هذا أمر من الله عز وجل بأن يقول للناس. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال العلامة ابن عثيمين: هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. الكلمتين ديل جمعنا الدين كله. والمتأمل إلى هاتين العبارتين يجد أنهما احتوتا على معظم الدين. فقال: قل آمنت بالله. والإيمان بالله من أعظم الأشياء، من أعظم الأشياء الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده، وإفراده بالعبادة. والإيمان بالله كما قال العلماء يتضمن أربع أشياء. لكي يتحقق إيمانك بالله لا بد من أربع أشياء: الإيمان بوجود الله، ده واحد. طلعوا الشيوعيين، الشيوعيين اللي بيجيبوه يقول لك لا إله والحياة مادة، ديل برا، لأنهم ما بيؤمنوا بالله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بوجود الله. يقول لك الله موجود، تقول له والله موجود. وين؟ تقول له في السماء. يعاين كده يقول لك أنا ما شايف. إذن ما في إله، لا أؤمن بهذا الإله. والله جد واحد مرة سألني عادي كده، قال لي هو صيني، قال لي الله وين؟ قلت له الله في السماء. عاين كده قال لي أنا ما أشوفه. قلت له ما بتشوفه لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، لأنه شيوعي لا يؤمن بوجود الله. فده يطلع برا طوالي، ده يطلع برا وما عنده أي علاقة بالإيمان، حتى ولو آمن ببقية الأركان ولم يؤمن بوجود الله ده ما بكون نتحقق الإيمان. والإيمان بألوهيته تبارك وتعالى. الشيء الثاني الإيمان بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وهذا يسمى توحيد الألوهية. وأنا جاي وبركز الكلام عن هذا الجزء توحيد الإلهية، لأن معظم الإشكالات
ومعظم النزاعات إنما وقعت في هذا الباب من أبواب التوحيد. الجزء الثالث الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وده برضو وقعوا فيه كثير من الناس، وقعوا في الشرك في هذا الباب، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والإحياء والإماتة والتدبير، أي تدبير شؤون الخلائق تفرض الله عز وجل بأفعاله. إذا سألوك قالوا لك عندنا واحد قطع له شجرة وجرد السبحة انقلب الشجرة، طوالي تقول له قال الله تبارك وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طوالي ردك يكون جاهز، الذي يخلق هو الله تبارك وتعالى، والرزق برضو لو قال لك يا أخي عندنا واحد فقير يا جاي، فقير يا جاي بيجاسة بعد يومين ثلاثة ببيع حجابات ببيع بيزيدهم في الرزق، ولو دكانك ما شغال علقت الحجاب الزباين يجوا، ولو عربيتك ما شغالة برضو بيجوك للركاب. قول له يا زول ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فعشان كده برضو وقعوا بعض الناس في الشرك في هذا الباب توحيد الربوبية، مع انه ابو لهب وابو جهل وعقبة ابن ابي معيط ما كانوا يخالفوا في هذا الباب. لو سألت قلت له يا ابو لهب انت خلقك منه؟ بيقول لك الله. ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله. البرزقك منه؟ الله. البيحيك منه؟ بيقول لك رب الله. الذي يميتك الله تبارك وتعالى. طيب لماذا اختلف المشركون الأوائل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختلفوا معه ليه شنو؟ لأنه قال لهم خلوا اللات وما تنادوا اللات، وخلوا العزة وهبل وغيره من الأصنام ما تنادوها مع الله، ما تصرفوا لها عبادة الدعاء، يعني ما تقول يا الله وتقول يا اللات. ده نفس الخلل الليلة الذي نعالجه الآن ونحذر الناس منه. لما تجي تقول لأي مجتمع سوداني متعلق بشخص معين، يعني شوف الكلام بصراحة كده وما في أي إساءة، كده روي قال منقى بهداوة كده بالراحة، ويقول لك خدت الكورة في الواطة، نحن ما عندنا كورة، لكن كده بنقول لك اقعد في الواطة واستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأسأل ربنا إنه يهديك. يا أخي ربنا قال في القرآن في آيات محكمة قال ادعوا ينادوا براو، ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني براي ولا معاي ثاني مخلوق؟ براي. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب وكمان بالمقابل حذرنا ما ندعو معه مخلوق أبدا، عشان ما يجيك يلبس عليك يقول لك لا منادة الصالحين جائزة وفي الكتاب موجودة، لا أنا ما موجودة. ربنا قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وربنا تانية بيّن لنا في آية تانية قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. شوف زيك زول زيك بيأكل ويشرب ويخش الحمام ويموت ويمرض وتجري عليه أقدار الله لا يستحق أن يدعى مع الله. إذا أنت كنت بتناديه وهو ماسك صداع، هو ذاته لما يسكو الصداع يقول لك والله بلا برا ربنا ما في حاجة، أول ما يتعصر طوالي بيعرف إنه الشغلة كلها عند الله. طيب إذا أنت كنت بتناديه وأكرمك الله نايم، وإذا كنت بتناديه وهو داخل الحمام
يسمعك كيف؟ يستجيب لك كيف؟ وهو مخلوق ضعيف في أمس الحاجة إلى رحمة الله. ولما نخش الحمام من الذي يساعده ومن الذي يعني يهيئ له أكرمكم الله أن يخرج ما في بطنه من الفضلات؟ من؟ الله تبارك وتعالى. طيب كيف تنادي لك مخلوق زيد؟ والله دي المشكلة الحقيقية، دي المشكلة الحقيقية. ويا أخي تعال نسألك، نوجه سؤال واضح. النبي عليه الصلاة والسلام مش أفضل الخلق وأعظم الخلق وسيد الخلق؟ ربنا قال له في القرآن، قال له ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وربنا قال في آية ثانية، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالإشكال بين الأنبياء وأقوامهم وبين الدعاة وأقوامهم إنما وقع في توحيد الألوهية. والقسمة الرابع أو الشيء الرابع، الإيماء، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته. دي أربع أشياء تتضمن الإيمان بالله عز وجل، يعني لا يتضمنها الإيمان بالله عز وجل. لا بد لكل إنسان آمن بالله أن تتوفر هذه الأشياء الأربع: الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته. له الأسماء الحسنى لا يشارك فيها أحد، وحسنى أي كاملة من كل الوجوه، مبرأة من كل عيب. غفار أي يغفر الذنوب جميعا، رزاق يرزق، رحيم يرحم، وهاب يهب، غني يغني. أسماء كلها حسنى، كلها حسنى. وربنا قال لك ادعوني بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقل آمنت بالله ثم استقم. طيب الزول الآمن بالله واستقام جزاؤه شنو؟ نمشي للقرآن طوالي، ما هو نحن بنديك الآية ونديك الحديث وبعد تاني ما عندنا عليك سلطان. ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بل أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يستقيم. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا. شوف الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام ومن تاب وآمن معه. ربنا قال له في آية ثانية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهي الدين القيم الذي أمر الله عز وجل الناس أن يتمسكوا به وأن يدخلوا فيه. فقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. شوف الكلمتين دي عجيبات مرة واحدة، إيمان بالله عز وجل واستقامة على الإيمان. والإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ده الإيمان. عند العلماء قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وله أركان ستة،
الإيمان عنده أركان ستة معروفة لكل الناس: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. دي اسمها أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة لا بد أن تستقيم الأقوال والأفعال والاعتقاد، لا بد. إذا كانت العقيدة يعني منحرفة فصاحبها لم يستقم على منهج الله. العقيدة إذا كانت منحرفة صاحبها ما استقام على منهج الله، وكذلك الأفعال إذا كانت منحرفة صاحبها لم يستقم على منهج الله. الأقوال والأفعال وكل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عشان كده قل آمنت بالله ثم استقم. فالذي يدعو غير الله ما استقام على منهج الله. زول بنادي غير الله ده ما استقام والله يب. زول معلق الحجاب ده ما استقام. زول بناء يعتقد انه الموتى يسمع ويلحق ويجيب دعوة المضطر ده ما استقام. زول يطوف بالقباب ده ما استقام. زول يذبح عند القبور والقباب ده ما استقام. زول يعتقد في الموتى أنهم يتصرفون في الكون ده ما استقام. لأن الاستقامة اسم جامع وشامل لكل الأفعال المحمودة. الصلاة تكون لله، الدعاء يكون لله، الرجاء يكون لله، التوكل يكون على الله، الحلف يكون بالله، والطواف لا يكون إلا ببيت الله، والاستغاثة والاستعانة تكون بالله. لذلك هذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على الإيمان. فما تقول آمنت بالله وتخالف أقوالك أفعالك وأفعالك أقوالك، فهذا يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عشان كده الزول يستقيم في كل شيء ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. العقيدة تكون في الله، ودي أغلى حاجة، ودي بنركز عليها طوالي. والله نصيحة للشعب السوداني ونصيحة لكل الأمة الإسلامية أنها تفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة وتصرف له جميع أنواع العبادات وحده جل ما سواه. لا يستحق مع الله أحد أن يعبد، يعني ما في أحد يستحق أن يعبد مع الله وأن تصرف له عبادة الدعاء أو الرجاء أو التوكل أو الخوف أو النذر أو غيرها من العبادات، بل كل العبادات تصرف لله تبارك وتعالى، وهو القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إنسان يستقيم على الكتاب والسنة، استقيم على الكتاب والسنة تعيش مرتاح وتعيش سعيد في حياتك ولو كنت فقيرا معدما، لأن الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. زول داير السعادة يوحد الله، والله دي سعادة لا تعدلها سعادة أن يكون الإنسان موحدا لله عبدا لله لا يرجو ولا يخاف ولا يهاب ولا يستغيث ولا يدعو ولا يذبح ولا ينذر إلا لله. لا بخاف لا من راية معلقة، لا بخاف لا من قبة، لا بخاف لا من دلقان معلقة في مغابر، عارف الشغلة كلها عند الله. لا بيمشي له فكي يقول له اسمع
عليك الله المرأة دائرة الذرية، المرأة ما ولدت ولا يمشي له لواحد يقول له اسمع غنمي سرقوين كذا شوفوا لي، ولا بيمشي يقول له دكاني ما شغال اكتب لي ورقة. ده كله الموحد ما بيقتنع به، لأنه كله من ضروب الشرك بالله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.